من أمام السفارة الأمريكية في لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا ومرحبا بك معنا غنوة. التفاصيل غنوة حول هذه الحادثة، آخر المعلومات لديك. حيث نقف الآن هو المكان الذي وقعت فيه هذه الحادثة ليلة أمس حوالي الساعة 10:37 مساء. هذا هو المبنى الذي اختبأ خلفه مطلق النيران، وهذا هو الباب الرئيسي للسفارة الذي تعرض لإطلاق النيران. كما ترين أيضا إذا تمكننا الرصد عبر الكاميرا بأن قرب هذا المكان من حاجز للجيش اللبناني، يعني أي أن مطلق النيران كان يقف بين المبنى، يقع بين الباب الرئيسي للسفارة وبين حاجز الجيش اللبناني. بعد أن أطلق النيران ذكرنا بأن هناك منطقة زراعية هي في الأسفل، كما ترين أطلق النار وهرب من أسفل سيرا على الأقدام عبر هذه المنطقة الزراعية أو الحرش كما يطلق عليه اللبنانيون. صباحا كان هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة، كان هناك تواجد لمخابرات الجيش من أجل التحقيقات وللشرطة العسكرية، ولكن حتى الآن يعني لم يتم التوصل إلى الجهة التي بالفعل قامت بإطلاق النيران على السفارة الأمريكية، علما أن عنصر المفاجأة هو ما يميز هذا الحدث اليوم، خاصة وأن هذا هو الحدث الأمني الأول منذ 39 عاما. بعد يعني نحن هنا نتحدث عن تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عبر سيارة مفخخة، الذي راح حينها ضحيته عشرات الأشخاص، والذي صادف بأن السفارة الأمريكية كانت تحتفل يوم أمس بالذكرى 39 لهذه يعني العام 39 لهذه الذكرى خلال ساعات النهار، وتم إطلاق النيران خلال ساعات الليل. ماذا عن كاميرات المراقبة؟ يعني يفترض منطقة أو سفارة يجب أن تكون محاطة بكاميرات المراقبة، وأيضا وحدة للجيش. لا يوجد أي معلومات من خلال هذه الكاميرات غنوة؟ بالطبع يعني المعلومات التي حصلوا عليها يعني كيف رصد هذا الشخص وكيف هرب هو بفعل كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان. ولكن كما ذكرت يعني نحن عندما سألنا يعني كيف تمكن يعني بهذه الجرأة أن يطلق النيران، بحسب بعض المعلومات هو ربما يكون قد درس المنطقة بشكل جيد وتأكد من أنه هناك إمكانية لهربه عبر الأحراش، ولكن حتى الآن لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة بحسب خبراء عسكريين الذين يقولون بأنه هذا الحدث هو يعني من غير الممكن أن يكون مرتبط بأحداث خارجية أو مفاوضات خارجية، بل ربما لديه دلالات داخلية مرتبطة بصورة الجيش اللبناني والتأثير سلبا على صورة قائد الجيش اللبناني، خاصة وسط الحديث عن إمكانية ترشيحه لرئاسة الجمهورية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.